حينما سئل عن الساعة فقال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت أي محمد، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها أي الساعة أي القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى العالم الغيبي الذي تجر عليه السفهاء، الذي تجر عليه الجهلاء، العالم الغيبي الذي استطاع هؤلاء أن يبحروا فيه. طبعا أنت جاهل بالعالم الغيبي، أنت تعرف عن الجن وأنت تعرف عن الجن. لو أنا قعدت كلمتك دلوقتي قلت لك الجن على فكرة جن يعني أزعة قصير له قرنين ودانه طويلة، ده الشيخ عرف من ايه علك ان انا صادق؟ لما انا بأخبرك عن هذه الاشياء انت ما انتش عارفها وانا مش عارفها. فلو انا حدثتك عن شيء غيبي، لو ان هناك مثلا حدث في مثلا في بلد اوروبية وانت ما روحتش البلد دي، وانا قلت لك البلد دي فيها كذا وفيها كذا، يا سلام ده بلد جميلة جدا رغم انا ما روحتهاش انا التاني. إذن الذي يتحدث عن الشيء الغيبي كذاب جهول. من أين أتى بهذا العلم؟ ولذلك أنا بقول أقل معلومة لكل منكم يتصل بهؤلاء فيقول له أنا عايز أعرف، أو تقول له أنا عايز أعرف جوزي متجوز عليا ولا لأ، أنا عايز أعرف هو بيودي الفلوس فين، أنا عايز أعرف هو بيروح فين آخر الليل، أنا عايز أعرف مش عارف إيه، يقول لها طب هاتي اسم أمك، طب ما تسأليه، طب لما انت هتعرف لي الحاجات دي طب ما تعرف اسم امي بالمرة. شوف انت وصلك المعلومة ازاي؟ باقل القليل من الفهم والعقل، اعمل عقلك. ازاي انت هتخبرني على الاشياء دي بحجة انك انت عارف الغيب وانت ما انتش عارف اسم امي؟ يعني اسم امي ده طلسم مثلا؟ يعني اسم امي ده مركب باللغة العبرية والسريانية؟ اسم ام. فاكيد انك انت هتتكلم عن جوزي بيعمل وجوزي بيعمل وهو بيروح وبيجي، يبقى اكيد انت هتعرف كمان اخبار امي. فالجهاله التي صبت على الامه الان اننا اصغينا باذاننا الى من لا يعرفون الحق ويضربون بالحق ضرب الحائط، وبندفع لهم الفلوس الطائله والاتصالات بتنكب على هؤلاء، ثم يعني التجاره ربحت. ولكن اقول لهؤلاء والله كل جسم نبت من سحت فالنار اولى به. هذا المال الذي تجمعه بالكذب والافتراء على الله وتدخل في الغيب، تلك القضية المهمة التي احتفظ الله بها عز وجل لأجله، قضية الأقدار، بيقول لك أنت رزقك هيجي لك مش عارف إمتى، أنت هتتجوز إمتى، أنت هتموت إمتى، أنت مش عارف سعيد ولا يا الله يا أخي، ده منذ أن يولد ابن آدم كتب الله عز وجل شقي أم سعيد، كتب الله عز وجل عمره ورزقه وشقي أم سعيد. يوم يقول لك انت هتموت بعد فترة كذا، خلي بالك الذي خرج وتكلم انني بعرف ان الانسان يعيش امتى ويموت امتى، هو يحسب بحسابات فلكية، تجرؤ على الله عز وجل وتقول لي البلاية نازلة على الأمة؟ طب ما لازم ان البلاية تنزل على الأمة، غضب ربنا، غضب ربنا يا اخوانا، يا اخوانا أفلا تتقون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ يا الله مش ده كلام في القرآن؟ واحنا عمالين نتصل ألو اسم أمي خد، اسم ام زوجي خد، اسم ام حبيبي خد. الله يا اسماء الام، هو انتوا فاتحين سجل ميدني ولا ايه؟ هي تطعيم في مستشفى، كل واحده سحبه اسم ام واسم ام زوجها وعمال ايه الكلام اللي بيحصل؟ ايه الخرافات دي؟ وما علاقه اسم الام بالزوج اذا كان مسحور ولا اذا كان واحده عايزاه ولا واحده هيتجوز واحده؟ ايه علاقه هذه الاشياء؟ نحن نريد ان نعالج هم امه، بيوت خربانه مليئة بالفقر والهم والحزن، زوجة مشتت شملها مع زوجها، أولاد مشتتين مع بعضهم ومع أبوهم وأمهم، أسر مفككة، عائلات امتلأ في قلوبهم الحقد والحسد. بنعالج بالرقة الشرعية قلة البركة وكثرة الحسرة والهم والحزن. والله يا إخواننا في القرآن كل ذلك، في القرآن وفي كلام النبي العدنان. يعني لما تقعد كده مع نفسك وتدندن في بيتك بصورة الفاتحة وتجلجل البيت، الرقية النافعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كافية شافية واقية، كافية تكفيك، شافية تشفيك، واقية تقيك من شرور الإنس والجن. وتدندن كده
تقعد تجلجل بصوت القرآن وتقول كلام الرحمن الحمد لله رب العالمين، يقوم ربنا يقول يا ملائكتي حمدني عبدي الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل ملائكته أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل ملائكته مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل ملائكته استعان بي عبدي ملك قادر مش ساحر جاهل غبي بيتدخل فيما لا يعنيه فيلقى ما لا يرضيه، مش واحد عبيط وهبل جاب لي كتاب شمس معارف ولا خزينه الاسرار وقعد يكتب منه يقول لك انا بعرف الغيب، واحده تقول لك اكتب لي بس اي حرف وانا اقول لك انت بتحب مين وتتجوز، ايه السفاهه دي وقله الادب دي وتطاول على الله عز وجل، دي سفاهه وقله ادب وقله حياء، لازم نحترم كلام ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، لازم نقف عند حدودنا ونوكر قراننا ونوكر ربنا ما لكم لا ترجون لله وقار، فيا ريت نتوب الى الله عز وجل. انت عايز تعالج همك، اعلم ان قلب زوجك اللي راح عنك او ان قلبك اللي انصرف عن زوجك وبدات تقربه بعد حب او البيت المبعثر بعد لمه او الرزق اللي راح بعد كسره او الصحه اللي انصرفت بعد قوه، اعلم ان ذلك كله في يد الله عز وجل لا بيد ساحر، يبقى انا عايز اعالج الامور دي مش عايز اعرفها، سواء كان السبب سحر سواء كان مس سواء كان حسد، انا عايز اتعالج عايز اخرج من الغمه اللي انا فيها، لماذا صرف هذا الخاطب اللي انا عايزاه عني، ولماذا طلقني زوجي الذي كنت احبه، ولماذا قفلت تجارتي، ولماذا طردت من عملي، ولماذا اسئله كثيره. طيب